وفي نفس الجولة بدد أمل الأربعاء مخاوف أنصاره عندما ضمن بقائه في القسم المحترف الأول بفوز صعب على مولودية الجزائر. حسين عرقاب كان حاضرا وعاد لنا بالتالي. هي الجولة الأخيرة من الدوري المحترف الأول موبيليس، مرحلة حسم البقاء أو مغادرة دوري الأضواء، والمرشح للسقوط أمل الأربعاء يستقبل مولودية الجزائر على ملعب إسماعيل مخلوف من أجل تفادي الانكسار. أشبال ميهوبية كان لزاما عليهم في هذه المواجهة فرض ضغط رهيب على أشبال البرتغالي آرثور جورج منذ البداية من أجل تحقيق الهدف واللعب بأريحية أكبر. في شوط أول صار باتجاه واحد وشباك العميد الذي وبالرغم من الفرص السانحة للتهديف من جانب الأربعاء بقي نظيفا إلى غاية نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي. المرحلة الثانية سارت كسابقتها ولا سبيل لبقاء الزرقاء في المحترف الأول سوى التسجيل، وهو ما جاء سريعا وبعد ثلاث دقائق عن بداية الشوط الثاني بأقدام درفلو، هدف غابت ردة فعل المولودية عنها وهي التي تلقت هدفا ثانيا في الدقيقة 69. هدف راح الفريق من عبء ثقيل وبث السكينة في قلوب عشاق الأمل لترد بعدها المولودية ولو متأخرة بهدف خثر في الدقيقة 2 من الوقت الضائع. أعلن معه الحكم عن نهاية المواجهة بتقدم الأربعاء بهدفين لهدف، فوز ضمن بقاء الأمل في المحترف الأول وجاء باستقالة رئيسه عماني من على إدارة الزرقاء. كل حال احنا عندنا فريق كبير، والمشكل اللي جعل الفريق هذا هو الانصار اللي كما يقول لك بعض الانصار اللي ما يحبوش الفريق هذا، فاهم؟ يحبوا غير المشاكل، هما ما يعرفوا والو فوتبال. هذا كي نقول لك ما يعرفوا والو فوتبال، ما يعرفوا والو فوتبال. كي تقول 3-5-2 يقول لك بلا مانيش عارف هذه جات حاجه بسمة ولا هادو الانصار. هادو كاين الانصار الاوفياء اللي يحبوا الفريق، انا نشكرهم، وهادو الانصار اللي خلاو الفريق هكذا. انا نقول لهم روحوا جيبوا رئيس جديد وان شاء الله الفريق هدايا يكون في المستوى. والله العظيم يا خوتي غير ما يلقاو بريز دوراجيل كيما هذا الاربعة مستقل رسميا 100%. انا ما نقدرش نزيد مع هاد الانصار هذويا، انا ما نقدرش نزيد معهم. المهم احنا الهدف تاعنا الوحيد هو كان يعني البقاء. الهدف الثاني وصلنا للنهائي قدر الله ما شاء فعل، مشات لنا، ولكن اليوم احنا متاهلين لكاس الكاف، ما تنساوش بعد النتائج كلها. يعني هذا عام مبارك على الفريق كله على لا فيديو الاربعة اي لي سوبورتور كي ميريت بلوس كو سا فريمون. سيزون بروشان الاهم ان شاء الله المولوديه تلعب دور، يعني دور احسن من هذا الموسم، ان شاء الله تكون من ما بين على الاقل الخمسه الاوائل في البطوله ان شاء الله. والرئيس يكمل ولا ما يكملش، قلت لك انا قلتها مجلس اداره هو اللي قرر. قلتها ونعاودها باللي الببليك تاعنا قاصر، الببليك تاعنا اللي حققنا النتائج الايجابيه في كوتوك. نشكر بزاف الببليك تاعنا وان شاء الله نخلفوا لهم في الموسم القادم ان شاء الله.